ما زلنا مع فعاليات أيام الشارقة التراثية، إذ تشارك دولة الكويت في فعاليات الأيام بجناح يرصد الحرف والمهن التي تشتهر بها الكويت ويعكس تراثها وتاريخها العريق. الزميلة هويدا الشرقي والمزيد من التفاصيل. إطلالة تراثية جديدة لموروث شعبي خليجي يفوح عطرا في مشاركة دولة الكويت بفعاليات أيام الشارقة التراثية بدورتها 16 لتنقل لنا إشراقات مضيئة من الذاكرة الكويتية. عدة حرف شعبية تمثل جوهر التراث الكويتي تشارك بها الشقيقة الكويت في جناحها المتميز، وتوصف بأنها مهنة خالدة يطل منها عبق الماضي العريق ونفحات القيم والتقاليد الجميلة، فمنها حرفة صناعة المسابيح الملونة وحكايات الغوص ورحلات البحر والصيد توثقها حرفة صناعة السفن. احنا هنا يوم عارضين حرفة صناعة السفن الكويتية القديمة جميع انواعها، سفن السفر والغوص كلها اساس الجمهور يستفيدون من حرفنا القديمه، حرفه ابائنا واجدادنا الخليج كله طبعا كانوا يعتمدون على الحرفه هذه عندك من الكويت لمسقط، هكيل يعتمدون على تجارتهم على الصيد وعلى التجاره وعلى الغوص على الحرفه هذه. موروث شعبي يحمل في جوهره ألف حكاية وحكاية من قصص الآباء والأجداد لتشكل بالنسبة للكثيرين مادة تراثية مثيرة للشغف، مقرها قلب الشارقة الحاضن لتراث العالم أجمع. عادات وتقاليد وتراث وتاريخ مشترك، هذا ما عكسته المشاركة الخليجية بفعاليات أيام الشارقة التراثية. لأخبار الدار هويدا الشرقي الشارقة.